أضن. ايوه جينا للضاد، الحرف العسير، وان شاء الله بصير يسير باذن الله. الله يسلمكم. الضاد كما ذكر ائمتنا من حافه اللسان اليمنى او اليسرى او منهما معا، مع ما يحاذيه من الجدار الداخلي او الصفحه الداخليه للاضراس العليا. ض ض ض ض ضي. حقيقه الضاد ايها الاخوه، لو شبهت يدي هذه باللسان، كل هذه المناطق الأطراف كلها تشارك في الانغلاق لما يقول للقائل أب، كلها. لكن لحظة لحظة، لكن الضغط والاتكاء على الجانبين، على منطقة المربعات الزرقاء. شايفين المربعات الزرقاء هذه؟ هي اللي عليها الايه؟ الضغط. ض ض ضو ضي. المنطقة الصفراء هذه مشاركة لكن ما عليها ضغط. عرفتوا شو الضغط؟ ض ض. إذا ضغطت على المنطقة الصفراء سيخرج معك دال مفخمة. وضح أخي؟ يعني مثلا اسمعوني، ولا الضال، مهما قال ولا الضال، شو حيخرج معه؟ دال مفخمة، ما حتخرج ضاد أبدا، طالما أنه يعتمد ويتكئ على المنطقة الأمامية. الاعتماد والاتكاء والضغط يكون فين؟ في الحافتين اليمنى واليسرى. ض ض ضرب. ض ولا الض غير المغضوب. طيب الله يسلمكم، انتبهوا الى ما ساشرح ارجوكم. هذا يدي هذه ساشبهها بسقف الحلق او بغار الحنك الاعلى، ماشي؟ ويدي هذه باللسان. لما نقول أب، لما نقول أب، قلت منذ قليل كل هذه المنطقة شو صار فيها؟ انقفلت. طيب طالما أنها انقفلت والهواء منين عم يطلع؟ من القصبة الهوائية من هنا. شو بيعمل على اللسان؟ يضغطه إلى الأمام لأنه صار المكان مغلق. فلما يضغطه إلى الأمام، لما يضغطه إلى الأمام شو بيصير باللسان؟ ينزاح قليلا إلى الأمام مليمترات بسيطة إلى أن يلامس رأسه منطقة التقاء اللحم بالأسنان، إلى أن يلامس رأسه منطقة التقاء اللحم بالأسنان. هنا انتهى صوت الضاد. بهالعملية هي الله يسلمكم، كمية، أرجو ركزوا معي شوي، كمية الهواء المحجوزة خلف اللسان لما تقدم اللسان إلى الأمام، الكمية الهواء زادت ولا بقيت كما هي؟ زادت. يعني كان اللسان هكذا وتقدم إلى الأمام، هالفراغ الفموي الوراني زاد ولا بقي كما هو؟ زاد. لذلك سيبويه قال فيها شبه نفخي، فيها شبه نفخي. انت لما بتجيب بالون وبتنفخه تدخل جسما لطيفا في جسم كثيف، اللي هو الهواء جسم لطيف والبالون جسم كثيف. لما بتنفخ الهواء في البالون شو بصير بالبالون؟ يربو ويزيد. من هنا جاءت كلمة استطالة. استي قلنا للطلب، أليس كذلك؟ استطالة شو يعني؟ طلب الطول. انتبهنا، كأن الضاد شو صار فيها؟ طالت، زادت، ربت، ازداد حجمها، شبه النفخي. تعابير مختلفة معناها واحد. أم
فض ولولا فضل فض. طبعا الآن أنا عم بطئ، وإلا هي في القراءة بتكون أسرع. ولولا فضل الله، هذا بالتلاوة، بالتصوير البطيء. أض فض فض، واضح الصوت؟ فض. لما أقول فض شو عم يصير باللسان؟ إذا رح نعمل واحد اثنين، شو رأيكم؟ واحد يصطدم حواف اللسان بالحنك، اثنين يتقدم رأس اللسان إلى الأمام تحت تأثير الهواء الإيه؟ الضاغط. والصوت مستمر ولا منقطع؟ معناتها الضاد رخوة ولا شديدة؟ رخوة، لأن صوتها إيه؟ مستمر ما انقطع. فض فض. فبعض إخواننا اللي ما دارسين تجويد بتعمق بيجي بده يقرأ الفاتحة بيقول لك غير المغضوب عليهم ولا الضا ولا الضا، شو عم يعمل؟ عم يجيب سكت، عم يجيب فراغ، فراغ صوتي. يا عمي ما في فراغ هون، الضاد صوتها ايه؟ مستمر. ولا الضا ولا الضا، لكن العمل ايش به؟ سريع نسبيا، سريع نسبيا. قد يسأل سائل هل هذا العمل في الضاد الساكنة فقط ولا في الضاد الساكنة والمتحركة؟ في الضاد الساكنة والمتحركة، إلا أنه في المتحركة أقل وضوحا وفي الساكنة أوضح. كسائر الصفات، سائر صفات الحروف تكون أوضح فين؟ في الساكن. يعني أنت لما بتقول تشكرون فيها تفشي ولا لا؟ طب لما تقول شاكرا فيها تفشي ولا لا؟ فيها ولا لا؟ مين أوضح؟ ليه؟ لأنه ساكن، ساكن زمنه أطول. تش بينما شا شا، يعني مجرد ما نطقت الشين انتقلت أنت لإيه؟ للحرف اللي بعده. واضح إخواني؟ واضح، الله يسلمكم. إذا الاستطالة، ركز معي، الاستطالة حركة اللسان وجريانه. جريان صوت الضاد هذا مين؟ رخاوة. انتبهتوا كيف؟ يعني لما أخ ما بيجيب الصوت الممتد ما بتقول له جيب الاستطالة، شو بتقول له؟ جيب الرخاوة. انتبهنا؟ الرخاوة للصوت والاستطالة للمخرج. انتبهنا أخي؟ ولض ولض. هذا استطعنا بقدر ما ربي أعطانا من قوة أن نعبر عنه بهذه الصورة. سأعيدها لكم، ولاحظوا بأن اللسان ينتقل من الوراء قليلا، يعني يصطدم، هذه خطوة رقم واحد، يمتد إلى الأمام وانتهى صوت الضاد. ولاحظوا يعني عبرنا عن زيادة كمية الهواء المحجوزة خلف اللسان بكثرة عدد الأسهم. شايفين هذه الأسهم اللي هنا؟ شوف هلا شو حيصير. أض كمان مرة. أض ملاحظ؟ أض كمان. أض شوف رأس لسان. أض رأس لسان. أض لاحظ حركة رأس اللسان. أض كمان. أض كمان. أض طب الآن الهواء المحجوز خلف اللسان، لاحظ. أض لاحظ. أض شايفين كيف عم يكبر؟ هاي الاستطالة يا أخوانا. وبرجع بقول هذا كله كلام يعني هكذا، سنعود إلى هذا الكلام لما نتكلم على صفات الحروف. إذا من الخطأ يا أخواني أن نتكئ على مقدم اللسان عند نطق مين؟ الضاد. انتبهنا شلون؟ ستخرج معنا مين؟ دال مفخمة. هذه من باب زيادة الإيضاح. هذا الله يسلمكم اللسان، وهذا الحنك الأعلى، يعني هاد سينطبق على هاد. المنطقة الصفراء هي ستنطبق على المنطقة الصفراء هذه، والمنطقة الخضراء هنا وهنا ستنطبق على المنطقة الخضراء هنا وهنا. لذلك قلنا منطقة الضغط والاتكاء، شايفينها؟ وهذه شو سميناها؟ منطقة التلامس. هذه ايش؟ اقصى الحافة.
على فكرة يقال الحافة مو الحافة، تبهنا؟ ليست بتشديد الفاء، تبهنا شلون؟ الحافة حافة اللسان وليس حافة اللسان، ليست مشتقة من حففة. نعم. ضاد متحركة أيضا هنا حاولنا أن نعبر بالأسهم عن أن الصوت يتجه يمنة ويسرة ولا يتجه إلى الأمام. لما بتقول ضا 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 الصوت كيف عم يروح؟ ضا يمين ويسار، ما عم يروح إلى الأمام. لو كان الضغط على المنطقة الأمامية كان الصوت شو عمل؟ طلع من الأمام. لاحظ في شيء عم يطلع من هون أو من هون، الصوت عم يروح فين؟ يمين ويسار. يعني كل هذه وسائل عم نحاول نقرب إلى الإخوة حقائق ما يجري داخل الفم. وضح إخواني؟ طيب ننتقل إلى الحرف الذي بعده وهو مخرج إيش؟ اللام.